أشرف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي صباح اليوم بجوجت على وضع الحجر الأساس لبناء 100 منشأة تعليمية. تأتي هذه العملية في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح النظام التربوي بالبلاد. في إطار الأنشطة المخلدة لذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني، قام وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بوضع الحجر الأساس لبناء 100 منشأة تعليمية من مدينة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري. تدخل هذه العملية ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ورؤيته الإصلاحية للنظام التربوي المجسدة في المدرسة الجمهورية. تشرفون اليوم على وضع حجر الأساس لبناء 100 منشأة تعليمية تتضمن 81 مدرسة ابتدائية و16 إعدادية و3 ثانويات تغطي 11 ولاية على امتداد التراب الوطني بما مجموعه 550 فصلا دراسيا بقدرة استيعابية تزيد على 34,000 تلميذ. وسنعمل بحول الله على أن تكون جاهزة للاستخدام خلال العام الدراسي المقبل. وبالمناسبة فهذا أكبر برنامج من نوعه يطلق في وقت واحد منذ إنشاء قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. تنضاف إلى هذا البرنامج مكونة أخرى لا تقل أهمية تتمثل في إعادة تأهيل وترميم وبناء 100 منشأة تعليمية قديمة داخل البلاد ستشهد بناء 328 فصلا دراسيا جديدا بقدرة استيعابية تفوق 20,000 تلميذ. تعهدات لامست واقع المواطن في مجال البنى التحتية العمومية لا سيما المدرسية منها. يمثل مشروع بناء 100 منشأة تربوية في عموم التراب الوطني نغلة نوعية على درب تكريس المدرسة الجمهورية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني باعتبارها الخيار الأمثل للإصلاح نظامنا التربوي وتوطيد اللحمة وتعزيز الوحدة الوطنية. وبعد وضع الحجر الأساس توجه الوزير رفقة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين إلى مبنى المجلس الجهوي بأكجوجت الذي ما زالت الأشغال جارية به، وقام بجولة داخل المبنى للاطلاع عليه وعلى التجهيزات بداخله. تنضاف هذه المنشآت العمومية إلى حصيلة البنى التحتية التي أنجزتها وزارة الإسكان خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.